عليكم لا فامي ديال حكيم لو ماجيسيان، مرحبا بكم في هذا لا فيديو اللي غادي يكون الحصه الاولى ديال تمارين الجزء السفلي من البطن. ما عليك انك الا تتبعي معايا هاد التمارين هادو غادي نقوم بهم. التمرين اللي غادي نقوم به مباشره نخدمي الفيديو وطبقي معايا نفس التمارين اللي غادي نطبق انايا. تمارين جد سهله ومهمه جدا ايضا للمبتدئين. ما عليك الا فقط ان تستيقظي ديما من مكانك. هيا استعدي يا صديقتي لنبدا، وبما انها الحصه الاولى اللي غادي نخدم انا وياك غادي نشرح لك كل تمرين بالتفاصيل ديالو. اول حاجه غادي نديروها، غادي تقومي غادي تنعسي بحال الطريقه على الظهر ديالك، وغادي تهزي رجلك بحال هذا الشكل اللي غادي تشوفي معايا. غادي ندير انايا بحال هذا الشكل باش نستهدفوا المنطقه السفليه من عضلات البطن. غادي نقوموا بهذا التمرين 30 ثانيه، من بعد غادي نرتاحوا 15 ثانيه. حاولي انك كيفاش تكوني خدامه في التمرين انك تكوني مركزه على البطن ديالك من الاسفل، وما تنسيش التنفس ديالك الشهيق والزفير. دابا غادي ترتاحي لمده ديال 15 ثانيه، وكنعاود نذكرك بانه التمارين اللي غادي نقدم لك راه سهله جدا وللمبتدئين، يعني انك تقدري تخدميها وانت يلاه باديه لان التمرين سهله بزاف. دابا غادي ناخذ الشكل الوضعيه ديال بلانك، وغادي تبقاي تقيسي الجناب ديالك باش انك تستهدفي البطن ديالك من الاسفل مع الجوانب من الاسفل، يعني الترهلات اللي كتكون لتحت ديال الظهر ديالك. ملاحظة مهمة، ممنوع انك تشربي الماء وسط التمرين. دابا غادي نرتاحوا المدة ديال 15 ثانية كيف ما كتشوفي معايا. غادي تنعسي على ظهرك وغادي تطبقي معايا بحال هاد الحركة هادي، والله العظيم سهلة جدا. هنايا غادي نستهدفوا الجوانب من البطن. عزيزتي الجميلة ركزي جيدا، حاولي انك تركزي مزيان على التنفس الشهيق والزفير باش هكا ما يجيكش التمرين اصعب، يعني انه فاش انتيا كتحبسي النفس ديالك وكتزيري على راسك هنايا اوتوماتيكمون كتعيي راسك براسك، باش انك ما تعييش وانت خدامة التمرين. حاولي تنفسي وسط التمرين وركزي على العضلات البطن ديالك. دابا غادي ترتاحي لمدة ديال 15 ثانية واستعدي باش ندوزو للتمرين التالي. غادي تهزي واحد الرجل بحال هاد الشكل هذا، وغادي تبقاي تخدمي بالرجل الاخرى كيف ما كتشوفي معايا باش نستهدفوا الجزء السفلي من البطن. كنتمنى انه الشرح يكون واضح والتمارين تكون واضحة بالنسبة لك، وكنشرح لك كل التمرين باش هكا تعرفي انتيا وانتيا خدامة التمرين تعرفي اشمن منطقة كتخدمي انتيا. اهم حاجة بركة من العجز وما تبقيش غير تفرجي في لي فيديو، حاولي انك تطبقيهم. بالنسبة للمدة ديال التمرين راه فقط 8 ديال الدقائق، وهاد 8 ديال الدقائق غادي تيقي بيا الحصة الأولى انا خدمتها معاك، والحصة الثانية غادي نعاود ننزلها لكم. تبعي معايا الحصص بهذا الترتيب هذا، وإن شاء الله في المدة قصيرة غادي تخلصي من البطن ديالك نهائيا، وغادي تخلصي من الترهلات اللي عندك. واحد الحاجه مهمه حتى هي، كندعوكم انكم تنضموا للمجموعه ديالي على التليجرام، غادي نخليها لكم في الوصف ديال الفيديو. كنشارك معاكم فيها اي حاجه كتعلق باللياقه البدنيه وكيفاش تقدي الشكل ديالك الشكل ديال الجسم ديالك، وهي مجموعه خاصه فقط للسيدات يعني للبنات. دابا غادي تستعدي باش اننا ندوزو للتمرين التالي، بطبيعة الحال هو غادي يكون سهل بزاف وفي متناول الجميع. غادي تاخذي الشكل ديال بلانك بحال هذا الشكل هذا، وغادي تبقاي تحط الركبه ديالك. في الحاله الا جاك التمرين صعيب بزاف تقدري انك تبقاي في انت حاطه الركبه ديالك حتى تسالي 30 ثانيه تسالي 30 ثانيه اللي عندنا. Rest.
يلا يلا يا فتفوتة، ما تعكزيش، ما تحبسيش، استمري معايا في التمرين. هذا خديت انا هاد الوضعيه هادي باش انا غير نرتاح فيها. جو دابا غادي نخدمو، غادي ندوزو على هاد الحركه هادي نفس الشيء. غادي تنعسي على الظهر ديالك وغادي تبقاي تهزي رجليك بحال هكا. حاولي ان كيفاش تهبطي الرجل ديالك ما تقيسش الارض، تبقى مهزوزه كيف ما الشكل اللي كندير، ما تطلعيهمش بزاف وما تحطيهاش في الارض بحال هاد الشكل هذا. وهكا كنستهدفو العضلات ديال البطن مزيان من التحت، الكرش من التحت، كنخدمو غير الكرش بوحده من التحت. وركزي انك تنفسي مزيان باش ما تصعبيش عليك التمرين. واحد النصيحه اللي غادي نقول لكم، يعني انك حاولي انك تجنبي انك تبقاي تناولي الخبز، وحاولي انك تركزي على شرب الماء خلال اليوم ديالك، تقريبا 3 لتر في اليوم على الاقل. بالنسبه للتمرين اللي كتشوفي معايا دابا، هو كيستهدف البطن من الاسفل مع الجوانب. كنخدمو كل رجل كنخدمو 4 ديال لي ريبيت، من بعد غادي ندوزو للرجل الاخرى حتى تسالي 30 ثانيه. بالنسبه للنصيحه ديال الوجبات، اهم حاجه انك تكوني تتركزي على تنقصي من النسبه ديال السعرات الحراريه اللي كتناولي في الوجبات ديالك، حيت الا ما كانش النظام الغذائي مقاد مزيان هنايا غادي يصعب علينا باش اننا نحيدو الكرش ديالنا، حيت ما حدنا كناكلو نسبه السعرات الحراريه بزاف، ما حدنا خاصنا نترينيو بزاف. وبما انه انتيا ما كترينيش بزاف، داكشي علاش ما خاصكش تاخدي واحد السعرات الحراريه بزاف. كنتمنى انك تكوني فهمتيني. هاد التمرين اللي كتشوفي معايا كيستهدف الجوانب مع عضلات البطن العلويه عفوا. هيا استمري معي يا سيدتي، انا انصحك ان تقومين معي بهذا التمرين لانه سهل جدا، والله انه سهل جدا. كاين تمارين اصعب من هذه، ولكن كنحاول اننا نحط لكم شي حاجه سهله في متناول الجميع للمبتدئين. بما انها الحصه الاولى، تبعي معايا وما تفلتيش حتى شي حصه باش هكا تحصلي على افضل نتائج. وكنظن بانه راه كل شيء واضح في التمرين وكل شيء باين. انا غادي نخليك انك تركزي مزيان في التمارين وطبقي نفس الحركات اللي كنطبق، وركزي على طريقه اداء التمرين بشكل صحيح. وغادي نخليك ونعاود نرجعو ان شاء الله من مورا ما غادي نساليو التمارين. On your way home, speeding on the highway, waiting for you, chilling in your driveway. Would you like to talk about your day first, or shall we go and put an end to it first? One look and you know what the both of us are here for. When the playlist that we both so adore, yeah. Heartbeat pumps like sped up beats, muting thoughts when we're under the sheets. But it's okay if you wanna distract. Maybe there is something on my mind too. No papers, no lawsuits, but maybe it's you. رأيتي معي يا صديقتي، هذه هي الحصة الأولى من تمارين الجزء السفلي. ثقي بي اللي مشيتي تخدمي معايا التمارين بهذا التسلسل، لأن غادي نبقى ننزل لك اليوم إن شاء الله. تحطت لك الحصة الأولى، من بعد نحط لكم الحصة الثانية والثالثة. ما عليك أنك إلا تتبعيني، وما تنساوش أنكم ديروا جيم وتابونا في القناة وخدموا الخاصية ديال الجرس. أي موضوع كان عندكم أو أي نتيجة كانت أو شي حاجة ما فهمتوهاش، خليوها ليا في كومنتر.
ما تنساوش انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع كاع صحاباتكم باش هكا كلشي يستافد. تابعوني على حسابي انستغرام حكيم وماجيستيان باش تزيدوا تستافدوا اكثر. نتلاقاو في فيديو جديد من الاختيار ديالكم، خليو لي في التعليقات. كان معكم حكيم وماجيستيان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حكيم وماجيستيان بوم.